أشادت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد بالدور الذي يقوم به القضاء في الحفاظ على البيئة وتنميتها من خلال الأحكام القضائية والقوانين التي تضمن للمواطن العيش في بيئة نظيفة. جاء ذلك خلال كلمة لوزيرة البيئة في الورشة التي نظمتها اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تحت عنوان البيئة وتغير المناخ بين الواقع والمأمول في ضوء رؤية مصر للبيئة والمناخ 2030. من جانبه أكد وزير العدل ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي المستشار عمر مروان إلى الدولة أهمية خاصة للحفاظ على البيئة ومواجهة أثار تغير المناخ، مشيرا إلى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لكل المشروعات والدراسات المتعلقة بملف البيئة في هذا الصدد. يشرفنا استضافة حضراتكم ضيوفا كرام ومتحدثين أجلاء في هذا المحفل العلمي المتخصص، والذي نأمل أن يسفر عن مساهمات بناء يمكن تقديمها في مؤتمر المناخ COP27 الذي تنظمه جمهورية مصر العربية، انطلاقاً من دورها المأمول في تقديم كل ما هو جديد للحفاظ على البيئة والحد من تغير المناخ. العدل مع وزارة البيئة لها طبيعة خاصة، لأن أهمية وجود تشريع بيئي قوي يضم تغير المناخ في قلب هذا التشريع، ليس فقط لأنها قضية حياتية تحدي عالمي، ولكن لأهمية وجوده على المستوى الوطني. فيمكن النهاردة بنشكر لجنة الإصلاح التشريعي على عقد هذه الورشة بوجود كافة الجهات والوزارات المعنية. بنشكر معالي وزير العدل على هذه المبادرة لكيفية إدراج المحور الخاص بتغير المناخ في القانون الجديد الخاص بالبيئة. مهام اللجنة استكمال الدراسات والبحوث وتجميع الإحصائيات، وكما قررت معالي الدكتورة وزيرة البيئة وطلبت من اللجنة العليا التكاتف بشأن إخراج قانون بيئة موحد يحافظ على البيئة المصرية ويقدم الحلول للبيئة العالمية ويكافح تغير المناخ في مصر والعالم أجمع.